معنى آية فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ذكر أهل التفسير في معنى آية فبما رحمة من الله لنت لهم العديد من التفاسير، ومنها أن معناها فبرحمة من الله لنت لهم. أما قول الله تعالى في تتمة الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أنه ليس بالفظ الجافي ولا بغليظ القلب القاسي غير صاحب رحمة ولا صاحب رأفة، بل كانت صفته صلى الله عليه وسلم على النقيض من ذلك. وعلى ذلك يكون تفسير الآية كاملة: فبرحمة الله ورأفته بك يا محمد، وبرحمته ورأفته بمن آمن بك من المؤمنين ومن أصحابك، جعلك لينا فلينت لهم، أي لاتباعك ولأصحابك من المسلمين، فكانت أخلاقك اللينة سهلة برحمة الله لهم، مما أدى إلى تحسين أخلاقهم لك. وتتمة تفسير الآية: وكان من لين أخلاقك أن احتملت أذى الناس، وعفوت عمن أجرم وغفرت له جرمه، وغضضت الطرف عن الكثير ممن لو جفوت وبعدت عنه، وأغلظت التعامل معه لبعد عنك وتركك ولم يتبعك ولم يبلغ ما بعثك به الله من الرحمة والهداية، ولكن بفضل الله وبرحمة الله أن جعلك لينا لهم كما أنت عليه. فالله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى الناس جميعهم وخاصة المؤمنين، أن جعل قلبه لينا على المؤمنين به ومن اتبع أمرك منهم، وابتعد عما زجرتهم عنه من الأفعال. فكأن الله يقول له: أي شيء سيلينك لهم لولا فضل الله ورحمته بك وبهم؟ وهو تصديق قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وتشبه هذه الآية قول الله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.